لو انت جاي الامارات تدور على شغل، فانا هقول لك على حاجه مهمه جدا تعملها في حسابك وانت جاي. اهم حاجه لازم يكون عندك اللغه كويسه، اللغه الانجليزيه، لان انت هنا بتتعامل اغلب الشغل هو انجليزي، فلبنا، هنود، باكستان، اجانب، حتى العرب هنا كل كلامهم او اغلبهم بالانجليزي. فانا بقول لك يبقى معاك على الاقل 50% لغه عشان تقدر حتى تقدم في اي شغل بقلب جامد، ان انت بقى ما تتكسفش، ما تعملش حتى اقل شغلنا هنا لازم انجليزي. اشتغلت كاشير، اشتغلت ديليفري، اشتغلت بتاع امن، اشتغلت في كارفور، اشتغلت في اي حاجه لازم انجليزي. فانت يعني لو عامل حسابك ان انت جاي حسن لغتك شويه ولو 50%. وبعدين لازم تكون عامل في حسابك لو انت جاي زياره، يعني انت بس اللي هتدور على شغل من ناحيتك انت بس، مش حد جايبك، يبقى لازم تبقى عامل في حسابك ان انت ممكن تحصل شغل وممكن لا. فانت لازم تعمل في حسابك في سكن واكل وشرب طول الشهرين اللي انت جايهم زياره، لان انا سمعت ان الزياره دلوقتي ما بقتش 3 شهور، بقت شهرين، اللي هي زياره العمل. فانت تعمل حسابك في كده عشان معلش ما تتمرمطش في الشارع من الاخر كده، عشان يعني ايه تبقى صايل نفسك برضو يعني. وربنا يكرمك، يمكن حظك يبقى حلو، بس انا بديلك الاحتمالات. تالت حاجه ان انت لو جاي زياره عمل لازم تيجي في الشهر ده، يعني ما انصحكش خالص تيجي في الصيف. الصيف الجو وحش جدا 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 فوق ما تتصور، رطوبه وعرق والناس مش شايقه بعضها. فانت تعالى في الجو الحلو دوت تدور كده على شغل في الروقان، وبعدين تيجي على شغل حتى ولو الراتب بتاعه قليل، بس اهو الراتب القليل ده يسند معاك في السكن، يسند معاك في اكل وشرب لغايه ما تلاقي الاحسن، يسند معاك في اقامه. فانا من رايي انت لو حبيت تيجي الامارات يبقى اول حاجه ان انت تدور تلاقي حد جايبك هنا احسن. دي نصيحه مهمه جدا، عشان انت مش عالم، انت لو جيت على حسابك فلوسك هتخلص، ولو ما لقيتش شغل فبرضه دي بتبقى ازمه، ازمه لاي حد هنا. فانا اتمنى التوفيق للجميع، والتوفيق ده طبعا من عند ربنا مش من كلامي ولا كلام اي حد. وبعدين في نصيحه ثانيه، لو انت في ابو ظبي، انا بتكلم على ابو ظبي، اتحرك دايما بالباص، سيبك من التاكسي. الباص بيبقى كارت كده بتطلعه ب 20 درهم وبتشحنه كل مره باقل حاجه 10 دراهم، يعني قول بيقعد معاك خمس محطات، لا مش خمس محطات سوري، خمس مرات. هو الباص كويس ومكيف ونضيف، حتى مكان انتظاره اللي هو المحطه بتاعت الباصات بتبقى كابينه كده مكيفه ونضيفه وحلوه، فمش هتتعب ولا هتتزاول في زحمه ولا اي حاجه، فاوفر ليك من التكاسي. دي نصيحة، وإن شاء الله أتمنى التوفيق يا رب للجميع.